السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع الأدعية المباركة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم، واليوم سوف نتكلم عن دعاء جميل جدا وأشياء جميلة جدا ينبغي المحافظة عليها. العنوان: أربعة أشياء لا تتركها في حياتك. إيه هم دول؟ أولا: لا تترك الشكر فتحرم الزيادة. قال الله: ولئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى لا تترك الشكر فتحرم من إيه؟ من الزيادة. ولا تترك ذكر الله فتحرم ذكر الله لك. الدليل: فاذكروني أذكركم. ولا تترك الدعاء فتحرم من الاستجابة. قال الله: ادعوني استجب لكم. ولا تترك الاستغفار فتحرم النجاة. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اياك اياك ان تترك هذه الاربعة في حياتك كلها. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.